اسمع يا ابن العبيط. على ايه؟ ايه في ايه يا بابا؟ سامع؟ ايه سامع ايه؟ مش سامع صوت الخلاط عامل ازاي؟ ايوه فايه؟ عايزين نخرصه شوية عشان صوته العالي بيخوفني. صوته ايه؟ صوت الخلاط عالي، عايزين نخرصه شوية عشان بيخوفني. صوته بيخوفك؟ ما هو يا بابا دوس على الزرار. انت مستنيني انا اقوم ادوسهولك؟ لا والنبي، هي المشكله في صباعك انت يعني؟ انا جاي لك عشان خاطر انا امسك لك الخلاط وانت تقرط عليه يقوم صوته يقطع وهو شغال زي ما عملنا في الغساله. باظت، عملنا كده في الغساله وباظت. لا المره دي انا مذاكر الخلاط كويس. طب بابا وحياه النبي يا شيخ، وحياه النبي شوف اي حد يعمل القصه دي معاك، علشان انا قايم من النوم متعكنن بسبب الحلم اللي انت برضه بوظتهولي وزرابيني. زرابينك؟ هو انت ليك زرابين يا اخويا؟ بابا هي ماما عارفه انها بتخسر الخلاط ده؟ انت مالك ومال امك؟ والله العظيم انت متجوز ست عقله، الست دي كان المفروض تخلعك من ساعه الديب فريزر اللي فرقع. طب يا اخويا لا بسم الله. ما هو ده تهزيق، اللي انا بعمله دلوقتي ده اسمه تهزيق. اطفي يا بابا، اطفي يا بابا. بابا والنبي، والنبي اتكل على الله، اتكل على الله، شوف اي حد يعمل لك البتاع ده. تطردني من اوضتك؟ بابا ما اقصدش يا بابا هطردك. صدق انا كل ما اعملك راجل تطلع. ايه 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 هتقول ايه؟ في رقابه. ماشي ماشي ماشي. صباح الخير، صباح الخير يا جلجل. هات كاميليا. ماشي، دي بتاعت السافانا، دي معانا. السعاده عند بدوي. اللهم صل على النبي. ايه الدنيا ما بتديش اللي يعوز اللي تريده عز يطلع عزوز. هنحلها دي. المهم ان سعد عند بدوي. سعد عند. انا هنزل القهوه واجيب عيل يقرط. بابا بقول لك ايه، كان في ورقه جرنان هنا ما شفتهاش؟ هي مهمه؟ نهار اسود يا دي مهمه جدا. امك لقيتها على الارض حطيتها في الزباله وانا خرجت الزباله بره. ورقه جرنان اسود؟ ليه بتعمله معايا كده؟ ده انا لو ابن عاق مش هتعمله كده. انت بتعمل ايه؟ ليه ام الطاعه الزوجيه حبكت يعني؟ ما كل يوم بتقول لك طلع الزباله وما بترضاش تطلعها، ليه النهارده؟ ايه يا جلجل مالك؟ ما الزبال خلاص خد الزباله. الزبال خد الزباله ليه؟ خد الزبال. ها؟ فين؟ فين اللي شفتها من عندنا؟ معرفش يعني فين؟ ايه القرف ده؟ بتعمل ايه؟ يا ابني حرام عليك، حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده. قول لي بس فيه ايه؟ في زفت ورق الجرنان كنت حاططها تحت المخده، بترموها ليه؟ ايوه ما انا لقيتها كانت مرميه جنب السرير في الارض، قلت يمكن يكون فيها حاجه مهمه شلتها لك معايا. امسك، انا قايله لابوك من الصبح. قايله لابويا من الصبح؟ ليه؟ هو انت طموحك تبقى رامز جلال يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. ربنا ما يحرمنا منكم ولا يحرمكم مني ولا يتعادى. ربنا يهديه، والله ادعوا له ربنا يهديه. ربنا يهديك. لولا بس ان انا معايا السعد كله ما كنتش عديتها دي. معايا السعد، معايا بدوي، السعد، الدلتا، والسعد، وبدوي، الدلتا، سعد، بدوي. عوض عليا عوض الصابرين يا رب. امين يا حاجه. الفل يا عم ماهر. انت اتجننت يا جلال؟ جلال حاف كده؟ اسمي الاستاذ جلال. طب يا استاذ جلال يا اللي جاي متاخر اتفضل على حسيتك. والله يعني لا اي من نوم كده ماليش مزاج كده ومش طايق يعني بفكر استقيل. تستقيل وش كده؟ ولد حلوه منك وش كده دي. وش تحت امرك يا استاذ جلال، بس ممكن اعرف بقى احنا عملنا ايه لحضرتك عشان تستقيل؟ والله لا ما يعني مقرف يعني مقرف كده يعني مش عجباني وشوشكم مش طايقكم. بص هي مش طايقكم هي الكلمه المناسبه اصلا. ده انت بايع بقى. كويس بقى يا اخويا انها جت منك انت. اتفضل بقى اطلع فوق عند مستر اسامه خد كل مستحقاتك بس تكتب استقالتك الاول. يا جلال خلاص ظهر اسامه قال سلالمكم طويله وبتعرقني يا ماهر. قدم استقالتي اللي قدمها. الاستقاله دي يا حبيبي تكتبوها انتوا وبغمضوا عليها وفلوسي اللي ليا عندكم
بقشيش. والله العظيم انا ما كنت جاي، انا لولا ليا مصلحه عندكم. بقول لك كده يا مس هدى، هي مس كاميليا فين؟ مس كاميليا في ستة اول. ستة اول كانت فين دي؟ اه صباح الفل. اه ده انتوا امتحان؟ ركزوا في امتحان جغرافيا مادة أساسية. ياسين مصالحي ركز. إيه؟ نعم؟ إيه؟ كلام على إيه؟ كلام إيه؟ كلام لينا إيه عند بعض؟ لينا كل خير يا أستاذ جلال مالك. مش فاهماني أنت بقى، يعني فاهمها لها إزاي؟ مكتوبة لي لازم تيجي معايا. اجي معاك فين انت اتجننت؟ اسمعي بقى ما تبقيش قفوشه كده، انا ما بيجيش من ورايا غير كل خير. تعالي معايا. اجي فين؟ يا حبيبتي انت مكتوبه لي، مكتوب لي هات كاميليا. انا لسه طبعا مش عارف هاخدك ونروح فين، مش عارف، بس تعالي ورزقي ورزقك على الله. انت شكلك شارب حاجه وانا هنزل حالا دلوقتي لمستر ماهر. هو انا بقى مش متعتع من هنا لما تجيبي لي مين غير وانت معايا؟ نزلوني، مش عايز اهدأ حد، مش عايز لو على الإهانة ينفع أهنكم، مش جلال إحسان قد اللي اتعمل معاه كده، نزلوني تهزيئة ههدأكم. ماشي، لما جلال إحسان قادر يتعامل معاه كده يبقى أقول على الدنيا السلام. بركة يا جامع، أنا كده كده مش محتاج لكم، بكره الحظ يلعب واشتريكم بالمدرسه باللي فيها. حياه ابوك بتتكلم بجد؟ يعني انا هغني في الحفله النهارده؟ يعني ايه افتح الحفله؟ يا عم اغنيه ولا نص اغنيه، المهم فرصه. ما مايكل جاكسون بدا كده، انت فكرك مايكل بدا ازاي؟ اه وحمائي بدا كده. لا بقى تقارن صوتي بصوت حمائي ولا ايه؟ لا انا احلى طبعا. والله ما عارف اقول لك ايه، كل اللي هقوله لك ان انا هرفع راسك النهارده بالليل. يلا اشوفك بالليل. سلام سلام. يا صباح القشطه. صباح النور. ممكن اقابل الاستاذ بدوي الزنوكي؟ بدوي الزنوكي اسمه الزنوكي يا استاذ. وانت ضحكت كده ليه؟ يعني الزنوكي ده اسم دارج، اسمه احمد يعني؟ فين طبعا ممكن اقابله؟ لا والله هو مش موجود دلوقتي، ممكن حضرتك تجي له على 12. 12؟ ده انا لو ماسك الشركه دي انا مش هسمح بالتسيب ده ابدا. ارفده افندم. انا مقصر يا عم معاك، بس اروح واجي له. ها خدي الفايل ده وانا راح اشوف الطياره. خلاص تمام اوكي. ايه في ايه في ايه في في إيه؟ مساء الخير، ازيك عامله ايه؟ تؤمر بحضرتك. هي الانسه سلمى مش على الشباك بتاعها، هي فين؟ اه الانسه سلمى هي للاسف اضطرت تسافر امبارح باريس عشان باباها تعب بس شويه وشكلها مطول يعني.